طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن في ختام زيارتنا، أو لسه ما زلنا في زيارة الإبداع الطلابي الخامس المنعقد في جامعة شندي، وطفنا الحقيقة على كثير من النماذج الجيدة التي تبشر بأن هناك مستقبل لهؤلاء الأبناء ولهذا البلد. ونحن سعداء بأنه جينا وشفنا هذه الأشياء، وحتى يعني غير الأشياء العلمية، الأشياء النظرية اللي شفناها من المعرض ده، نحن نفتكر أنه ده معرض جيد، ونتمنى لكل القائمين عليه من السيد المدير الجامعة وبتشريف السيد وزير الدولة بوزارة التربية ووزارة التعليم العالي والسيد مدير جامعة عبد اللطيف الحمد. نفتكر نحن سعداء بهذه الكوكبة الموجودة ونحن في معيتها. وأنا كممثل لوالي ولاية نهر النيل ببشر سكان ولاية نهر النيل بأن هناك جامعات في هذه الولاية جيدة، وسترفض هذه الولاية بكمية من الخريجين الجيدين الذين ينفعونها وينفعون أسرهم وينفعون أنفسهم. شكرا جزيلا.